أهلا بكم إلى حوارنا الثقافي شام يا ذا السيف ثقافة. كم من ملمة قد يلقاها كاتب الدهشة وهو يخوض دفاعه اليومي عن الحق من وجهة نظره، لأن صهوته حريته وزوادته كل ما يتاح له من معرفة وإشكال، بينما سيفه قلم من رصاص. الناقد لا يتصالح مع نفسه إلا على الورق، لأنه دائما ما يصارح ذاته لتراه دائما البحث والأرق وصاحب لغة تخشى ذاتها، فكل عبارة تتحدى سابقاتها وتغوي متلقفها، ليصير القارئ كالجالس على مدرج حجري يشاهد عرضا منسوجا على إيقاع بصري جذاب. الصحافة سلطة رابعة مدخلت مجلس العموم البريطاني رغما عن المعترضين، ولا تزال حتى اليوم صاحبة الجلالة. لكن كيف يمكن أن تحتفظ بهيبتها وهي تلاحق أخبار الفن والفنانين؟ هذا ربما ما سنعرفه مع ضيفنا الناقد والصحفي السوري المتخصص بالشؤون الفنية والثقافية وسام كنعان. مساء الخير وسام، أهلا وسهلا بك على شاشة الميادين. أهلا وسهلا فيك ديما. الدراما السورية تعاني كثيرا اليوم، رغم أنها تصدرت يوم من الأيام المشهد الدرامي العربي، وفي لحظات هناك من اعتبرها بأنها نافست الدراما المصرية، لكن مع بداية الحرب تهاوت ولم يبقى هذا الأثر. هل السبب فقط، وأنت متابع دائم لهذا المشهد، هل السبب فقط المقاطعة والحصار، أم أن هناك أيضا أسباب داخلية تسببت في هذا الانهيار؟ هلا، هو أول شيء تحية لك ديما، لكل فريق العمل على مواصلة يعني الليل بالنهار لتغطية الانتخابات السورية، تغطية مميزة للأمانة يعني، وهذه شهادة حق وليس مديحا في الوجه. ما أريد أن أقوله بهذا الخصوص أن الموضوع متشعب للغاية ديما يعني، لكن فعليا ليس هناك اعتراف واضح من قبل المحطات ومن قبل الجهات التي تعتبر سوق عرض يعني بمقاطعة الدراما السورية، لكن هذا كان يعني يلمسه المنتجون وصناع الدراما عندما يصنعون مادة سورية خالصة، وخاصة في سنوات الحرب. يمكن القول بأن هذا سبب وسبب رئيسي، لكن الأسباب الكثيرة، الأسباب الأخرى أسباب كثيرة وأسباب موجبة بالضرورة. أهمها أن هذه السوق يعني امتلأت بشكل أو بآخر بعدد كبير من الدخلاء. هناك يعني استسهال حقيقي اليوم في صناعة المسلسل التلفزيوني، يعني القاعدة الأرسطوية إذا صح التعبير، الفن مرآة الحياة، وهي قاعدة يعني موغلة إذا صح التعبير أيضا في التجدد. كلما يعني هي قديمة، ولكنها كلما يعني ذهبنا باتجاه الحداثة والعصرية كلما وجدنا أن هذه القاعدة حقيقية، لأن كل فرد فينا يتمنى أن يعيش مرتين ويتمنى والخلود يعني مسألة يعني من هواجس، أي من هواجس أي, أي 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 شخص في الحياة. الإنسان يريد أن يرى نفسه على الشاشة. هذه المسألة يعني لا يتبناها صناع الدراما السورية بشكل أو بآخر. نحن نذهب إلى أعمال شامية فانتازيا عن دمشق بعدد كبير من أجل أن نصور. نحن حتى عندما نريد أن نقدم واقعية اجتماعية أيضا نذهب إلى الفانتازيا التي لا تشبه روح الشارع ولا تشبه الأندرغراوند، يعني القاع الحقيقي في دمشق وسوريا. هذا الموضوع كله من بسبب اللهاث وراء الجمهور، يعني الجمهور يحب هذه المسائل، وأيضا من لأننا لا نملك سوق عرض، وأيضا السبب الجديد أننا لم نواكب سوق المنصات. اليوم الدراما صارت ديما تعرفين تمام معرفة دراما رقمية إذا صح التعبير. هناك كم كبير من المنصات، هناك صحيح. نوع دراما جديد مكثف 8 حلقات، يعني لا ما زلنا يعني في بداية الطريق على هذا بالنسبة لهذا الموضوع، ولا نملك سوق عرض حتى على مستوى المنصات. لا نملك سوق عرض فضائية كقنوات، ولا نملك سوق عرض كمنصات. ليس لدينا أي منصة مكرسة تستطيع أن تشتري عددا كبيرا. ولا نملك أيضا يعني ربما يعني التقنيات التسويق، يعني حتى ثقافة التسويق لمثل هذه القنوات الرقمية أو ربما على اليوتيوب أو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى اللحظة أيضا ليس هناك من ثقافة لتكريسها في المشهد السوري، رغم أنه يعني كان يمكن أن تكون بديلا عن المقاطعة أو الحصار، صحيح؟ أو عدم شراء يعني شركات إنتاج. 100% يعني نحن اليوم
لو يعني جزء كبير من الأموال التي تذهب لصناعة الدراما في سوريا سواء بشكل حكومي يعني المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني ولا شركات القطاع الخاص، إذا بيفكروا يعملوا يعني نوع من أنواع التعاون، تبادل الأفكار، تبادل المعلومات، بيفكروا يجتمعوا بلحظة واحدة على طاولة مستديرة لإنجاز فعلا منصة واحدة يعني توازي مثلا شاهد أو توازي المنصات أو جوي مثلا أو وياك أو هذه المنصات التي يعني بعضها مكرس لأن كان هناك وراءه رؤوس أموال كبيرة وكان وراءه محطات يعني شاهد لـ MBC وبعضها انطلق مؤخرا وأيضا وراءه رؤوس أموال. نحن في سوريا لا نفكر في هذا الموضوع، نفكر في أننا كيف نستطيع أن نبيع بضاعتنا الفنية لتلك المنصات. طيب لماذا لا نمتلك ولو منصة واحدة ونعرض نحن على الأقل وهذه المنصات تستطيع أن يعني تدور رأس المال بطريقة حيوية ورشيقة للغاية يعني ويستطيع أن تكون مجال استثماري حقيقي تجاري أيضا إلى جانب أنها منصة عرض وإلى جانب أنها منفذ من المنافذ الإعلامية والفنية. وكان يمكن أيضا أن تبقى يعني الدراما السورية على قيد الحياة ويعني بهذا الاتساع الذي يعني استطاعت أن تبلغه في سنوات سابقة. وسام، كيف يعني تقيم مستوى ما قدمته الدراما السورية في الآونة الأخيرة خاصة في الموسم الأخير، وهل استعادت برأيك شيئا من العافية؟ هل كانت حاضرة ربما بشكل أبلغ في المشهد العربي الدرامي؟ هلا أنا أولا أريد أن أقول صراحة أنني يعني تعرضت لملمة إنسانية منعتني من أن أكون يعني مشاهدا بالشكل الطبيعي أو التقليدي الذي أشاهد فيه كل الأعمال العربية السورية في غالبيتها وبعض الأعمال العربية، لكنني شاهدت قسطا لا بأس فيه بنسبة معينة، ليست 30 حلقة لكل الأعمال، وأستطيع أن أحكم من خلال ما شاهدته. اليوم بالصدفة كنت أقرأ يعني مقولة لهنريك إبسن الكاتب المسرحي الشهير والمكرس على مستوى العالم والاسم الخالد، يعني يقول بأنه كان يكتب، يعني أنا أريد أن أمهد لإجابتك، كان يكتب ثلاث بروفات لنصوصه المسرحية. المرة الأولى تخلق علاقة بينه وبين الشخصيات كمجموعة من الشخصيات التقى فيها على عربة قطار وتبادل معها أطراف الحديث. المرة الثانية جلس معهم في أسبوع في منتجع سياحي وبدأوا يتعرفوا على بعض بشكل أفضل. المرة الثالثة تصبح شخصياته أصدقاءه القريبين والحميمين الذين لا يمكن لهم أن يخذلونه. هذه القاعدة أين منها الدراما السورية وأين منها صناع هذه الدراما في الآونة الأخيرة؟ للأسف أنا يعني رغم الانطباعات الإيجابية إلى حد ما للأسف لأننا مررنا بسنوات عجاف وبسنوات محل للحد الأقصى، فصرنا إذا بنشوف مسلسل عامل جماهيرية على مستوى محلي بنقول واو كثير منيح أنه لسه في مسلسل عم يعمل شوية جماهيرية. إذا بنشوف في مسلسل عم يطرح حالة جدية بشكل أو بآخر أو وجهة نظر رصينة دون التفكير بمنطق التسويق بالدرجة الأولى كمان من أول منيح. هلأ السنة كان في مسلسلين في إشارة إليهما، ولكن أعتقد أننا لسنا بأفضل أحوالنا ولم نعد إلى السياق الصحيح. شاهدنا تجربة مهمة جدا حتى نكون منصفين، تجربة السدير مسعود قبيل رمضان، قدم ثمانية الحقيقة ثمانية متوازنة، قدمت مقترحا للدراما النفسية. رأينا ممثلين بسوية أدائية عالية جدا، منها مع مايري وباسل خياط ونزل الرواس مجموعة من الممثلين. رأينا مخرج يريد ماذا يعني يعرف ماذا يريده ويستطيع أن يقول كل ما يريد أن يقوله في ثمان حلقات وهو يعني لم يصل للثلاثين من عمره، وهذا حقيقة مبشر، وهذا يؤكد بأن هناك جيل سوري شاب يستطيع أن يقلب الطاولة إذا ما أتيحت له الفرصة أن يكون حاضرا على السوق الرقمية. نعم. للدراما. نعود للصحافة وسام، الصحافة عموما هي حالة مؤقتة، حالة ربما استهلاكية لأنه تتعاطى مع أمر حدثي آني خبري إلى حد ما، وقد لا يعني يمكن لكل الصحفيين أن يصنعوا اسما شبيها بما يصنعه ربما الفنانون أو الرسامون أو الموسيقيون إلى ما هنالك.
هل يمكن يعني كيف يمكن للصحفي أن يصنع موقعا له في هذا المشهد على كثرة طبعا وسائل الإعلام اليوم؟ وأيضا هل تمكنت الصحافة العربية أن تصبح صانعا أو موجها لرأي عام؟ الحقيقة أنا أعتقد أنه هذا هاجس كان بالنسبة لي على مستوى شخصي، يعني أنه أشتغل بمهنة إذا ابتعدت عنها لمدة 6 شهور كحد أقصى، ربما نبالغ إذا قلنا 6 شهور، سيطويك النسيان. ولا أعتقد أن هناك صحفياً اختار هذه المهنة وسيكون فرحاً بأن يطويه النسيان سريعاً. هناك أسماء في الوطن العربي وأسماء عالمية ستبقى خالدة ما دام هناك شمس تشرق على هذا الكوكب، لأنها أنجزت بطريقة استثنائية. يعني سيمور هيرش مثلاً، الصحفي الكبير الذي يعني أتعب أمريكا في كل إداراتها، كان يعمل في إحدى الصحف لثمان سنوات نيويورك تايمز، واكتشف بأنه مخترق من قبل البنتاغون. يعني البنتاغون كان يخاف من سيمور هيرش. يعني عندما تنظر إلى هذه الأسماء وإلى هذه الأمثلة تشعرين في الأسف حقيقة لما نعانيه كصحفيين سوريين ربما وصحفيين عرب. أنا على المستوى الشخصي يعني أتعقب دائما الأشياء التي ستصنع لي ذكرى طيبة إن صح التعبير. يعني أنا واحدة من الأشياء التي أنجزتها مؤخرا وليس لها علاقة بالصحافة الفنية، لكنني اعتبرت حالة العلاقة مع المشاهير والفنانين مطية لأصل ما أريده. جولي ناصر طفلة تعاني من مرض يعني علاجه يكلف حوالي 2.5 مليون دولار، استطعنا حقيقة أن نؤمن لها جهة علاجية. يعني يمكن للصحفي على الأقل أن يدخل بأمر مؤثر أو يعني يصنع فيه توجيها ولو لعمل إنساني، يعني أكيد على الأقل. أكيد من خلال يعني علاقاته، من خلال حضوره، من خلال تواجده. أنا هذا الموضوع له علاقة بالمشاهير وعلاقتي بالمشاهير اللي هن شخصيات مؤثرة وقادة رأي بشكل أو بآخر، لكن الصحفي يستطيع أن يكون مؤثرا ولا يطويه النسيان عندما يشتغل في الصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص. وهذا الموضوع ليس متاحا في سوريا على الأقل بسبب سقوف منخفضة وبسبب يعني مسائل يصعب ذكرها الآن في هذا اللقاء. طيب بالحديث عن السقوف المنخفضة أو الهوامش الضيقة، هل ترى في الصحافة الفنية أو الثقافية ربما يعني طريقة التفافية للهروب من يعني حقيقة الميدان هذا الشائك هذا ربما هذا إذا كان كلام دقيق. أنا إذا كان الصحفي يتعاطى الشأن السياسي واحد. وأيضا وسام، إلى أي حد حتى الصحافة الفنية أو الثقافية وهي يعني يفترض أن تكون بعيدة عن الاستقطاب السياسي، هل استطاعت فعلا الصحافة الفنية والفكرية في الوطن العربي أن تبتعد أن تنجو من الاستقطاب السياسي، أم حتى هذا يعني دفع ثمنه بشكل أو بآخر؟ بداية أنا موضوع الصحافة الفنية هو بالفعل يعني هو حالة التفافية على السقوف المنخفضة وعلى المواجهات غير المحسوبة في دول تعاني من يعني ترزح تحت تنير رقابة شديدة فيما يخص الصحافة. أنا واحد من الأسماء الذين أخذوا بيدي منذ بداياتي في العمل الصحفي عبد الفتاح العواض، صحفي مكرس ومخضرم في الجانب الاقتصادي، كان يلومني في بعض الأحيان بأنني يعني طبعا بوجه له تحية من خلال هذا اللقاء بأنه ليش اخترت الصحافة الفنية لإيمانه بأسلوبية كتابتي وبقلمي. أنا أعتقد أنني أنا كنت على صواب، لأنني أستطيع أن أتناول كل جوانب الحياة من خلال الحالة الفنية، وأستطيع أن ألتف وأحتال على الرقيب بشكل دائم، وهذا ما أفعله على مدار 15 عام يعني، وهلا عم بعترف له للرقيب بعد الكلام. المسألة الثانية، لا يمكن للصحافة الفنية أن تنجو من الاستقطابات السياسية، مستحيل. يعني دائما الإعلام عموما يتبع لرأس المال، ورأس المال يملكه ساسة ويملكه أصحاب قرار في هذا العالم، وبالتالي كل الصحافة وكل الإعلام موجه وينتمي لرأس المال بشكل أو بآخر. لكن هناك حالة توازنية لها علاقة بالنضج الذي يمتاز به القائمين على الوسائل الإعلامية في بعض الأحيان، وعلى ذكاء وبراعة الصحفي بأن يكون متوازنا للحد الأقصى. من تجربتي في جريدة الأخبار اللبنانية أقول لم يتعرض فنان سوري خلال 10 سنوات حرب لملمة أو
ضرب تحت الحزام أو لأي أذية من جميع الأطراف إلا وكنا حاضرين لمساندته على المستوى الإعلامي، وهذا واجب ولا أمنن أحد على الإطلاق، ولكنني كنت أمتثل الحدود الدنيا من واجباتي كصحفي بلاده يعني تتآكل في الحرب. قبل أن نذهب إلى هذا الأمر تحديدا، كان معنا قبل حلقات الأستاذ مأمون عبد الكريم، وكان يشير إلى أنه يجب موضوع الآثار مثلا أن يكون بعيدا عن الاستقطاب السياسي أو بعيدا على الأقل عن يعني عن العقوبات والحصار الذي فرض على سوريا، لأنه هذا أمر يعني أقصد الآثار أمرا يخص البشرية، يخص الإنسانية، وهو تاريخ للإنسانية جمعاء وإن كان على أرض سوريا. لماذا الصحافة أيضا وأقصد الفنية والثقافية وهي يعني تتحدث عن شأن أيضا عام وأيضا يفترض أن يكون يعني بمتناول الجميع، لماذا خضعت إلى هذا الحد من الاستقطاب؟ يعني هل التجاهل أو الإزاحة هي لأسماء يعني تتبع جنسيتها؟ يعني أن يكون جنسيته سورية فهو يستبعد، أن يكون موقفه السياسي وإن كان غير معلن فيستبعد، أم ما هو السبب في استبعاد أسماء معينة؟ ولماذا لا يكون الصحافي الفني والثقافي على كل وسائل الإعلام يعني سواء بالاستضافة أو بالكتابة؟ هو حقيقة السوريين بالعموم والسوريين المحسوبين على الدولة السورية يعني المحسوبين بأنهم مؤيدين للدولة السورية أو على الأقل من بقيوا في سوريا يعني وليسوا محسوبين بشكل واضح على الدولة، مجرد أنك أنت بقيت في سوريا فأنت صرت محسوب على الدولة، وهذا شرف أعتقد لا يهرب منه أحد. يعني تعانوا من هذا الإقصاء في الخارج لأنه الحرب كانت شرسة وعلى كل المفاصل، وفي ذروتها كان هناك يعني هجمة حقيقية على كل السوريين المحسوبين على الدولة السورية بشكل خاص، بينما الذين ذهبوا إلى الطرف الآخر فتحت لهم الأبواب ووصلوا إلى 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 أهم المهرجانات في العالم ورشحوا إلى الأوسكارات وإلى ما هنالك، وكله على حساب متاجرة حقيقية في الدم السوري ومتاجرة حقيقية في القضية السورية. وهناك عدد كبير من الناس الذين يعني وصلوا إلى أماكن يعني مذهلة من الغنى والشهرة وإلى ما هنالك بسبب هذا الموضوع. فلا يمكن أن يكون حاضرا الصحافي يعني أيا كان توجهه سواء كان فني ولا غير فني إذا كان محسوبا ولو بشكل متوازن. يعني أنا قلت لك أنا أكتب في جريدة لبنانية هي محسوبة على محور المقاومة، ولكنني كنت دائما خلال سنوات طويلة أتعامل مع الجميع على مسافة واحدة بما يخص الفنانين على وجه الخصوص، بأنهم يعني هن مرهفين وهن بالتالي لا يمكن أن يأخذ الإنسان بردات فعلهم إذا كانت انفعالية، ومع ذلك يعني كنا نتعرض لحملات تشويه سمعة، كنا نتعرض للكثير من الأشياء لا يجب الرجوع إليها الآن، وهناك كم كبير من الـ الأسماء الذين كنا يعني نؤمن بهم للحد الأقصى، فنانين كبار وكذا قاطعونا حتى على مستوى شخصي لا يريدون أن يتكلموا معنا، مع أنه نحن ولا مرة من المرات إلا كنا يعني نتوالف مع حالتهم الإنسانية أو حالتهم الفنية الإبداعية إذا صح التعبير أو الإبداعية نعم. ولكن هذا الموضوع له علاقة بحرب فعلية وحقيقية على كل من أراد أن يتمسك بوطنه وليس بأي شيء آخر، وهذا موضوع يعني كبير وشائك، وموضوع الآثاري بحد ذاته موضوع يعني يحتاج إلى حلقات كبيرة، وأنا كنت يعني قريب استعرضت منه يعني. كمثال على فكرة أن يكون بعيدا يعني الأمور التي يعني يتم الاجتماع عليها أن تكون يعني ملكا لكل الناس يجب أن يعني تبتعد عن حال الاستقطاب السياسي. وسام يعني يبدو لنا في كثير من الأحيان بأنه إذا تعرض الفنان إلى مشكلة، إذا تعرض إلى ربما تشهير حتى مشاكل يعني من قبيل يعني شركات الإنتاج إلى ما هنالك، يلجأ للصحافة أكثر مما يلجأ للقضاء يعني، وهذا نشاهده حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني عندما صحيح. تكتب في أمر ما
نرى اتساع لهذا الخبر، يعني تداول بشكل كبير جدا، وهناك الكثير من الحالات التي تكون فعلا مؤثرة ويتم التراجع عنها، سواء قرار سواء يعني أمر يخص فنان أو إلى ما هنالك. أنت كنت على كثير من الأمور بهذا الخصوص، هل ترى اليوم بأنه فعلا الصحافة قادرة أن تكون فعالة إلى هذه الدرجة، فعلا قادرة على أن تكون مؤثرة لتبديل قرار أو لتبديل موقف ما بما يخص ربما أمور يجب أن تعنى بها مؤسسات أخرى؟ يعني نحن لا نتحدث عن رأي عام أو عن أي أمر آخر، نتحدث عن عمل يخص مؤسسات قضائية أو أمنية ربما أو إلى ما هنالك. نعم، أنا أعتقد أنه السوشيال ميديا بشكل خاص تساهم أكثر اليوم من الصحافة حتى في تشكيل الرأي العام وفي التأثير على أصحاب القرار. ونحن سمعنا عن كثير من القضايا التي يعني أو المسائل التي دارت في سوريا، استطاعت السوشيال ميديا عندما يعني ولعت القصة على السوشيال ميديا أن تصل لأصحاب القرار في على المستويات وأن يتم اتخاذ القرار المناسب. الصحافة لا يمكن باعتقادي في سوريا على الأقل أن تؤثر على القرار الرسمي لكثير من الأسباب، لكن يمكنها أن تشكل حالة رأي عام واضحة، وحالة الرأي العام تضغط على القرار الرسمي. على سبيل المثال انتخابات نقابة فنانين في سوريا، يعني هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن أسعد فضة ما زال يعني الفنان الكبير، يعني أسعد فضة ما زال نقيبا للفنانين، يتفاجؤون بأنه لم يعد دريد لحام نقيبا للفنانين مع أنه مضى عقود طويلة. ما اشتغلنا عليه أننا حولنا هذه المسألة لقضية رأي عام حقيقي، بغية أو رغبة أو طموحا في التغيير، في تغيير منهجية عمل النقابة، تغيير القائمين على النقابة، ليس لخلاف شخصيا معهم أو يعني حالة كيدية ما على الإطلاق. يعني نحن نحترم كل فنان ونتعامل معه بمقدار موهبته وحضوره وإلى ما هنالك، إنما لأن النقابة مؤسسة مهمة للغاية ومهمة بشكل كبير للفنان السوري، يمكن أن تغير حالة الدراما السورية. طب هل نجحت هذه الحملة؟ هل نجحتم في أن تحولوها إلى قضية رأي عام؟ حولناها لقضية رأي عام، لكن الانتخابات يعني لم تكن حسب الطموح، بقيت الأمور على ما هي عليه، لأن القانون الانتخابي بحاجة إلى تغيير، وهذا يحتاج إلى قرار. إلى قرار وإلى قرار مجلس الشعب. يعني وسام، هناك من يعترض على فكرة أن يتحول، وأنا سأبقى في الشأن الفني والثقافي، على أن يكون أي شخص قادر على أن يكتب على صفحتي على الفيسبوك أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي رأيه في عمل معين، في فنان معين كذا. هل يحق لأحد، يعني وخاصة أصحاب الاختصاص، أن ينتقدوا أو أن يأخذوا على المواطن؟ شفتك برمضان ديما كاتبة لحدا أنه شو المشكلة الناس تقول رأيها؟ لماذا يعني التنمية. يتم الاعتراض على هذا الأمر؟ أنا بعتقد أني أنا يمكن حطيت لك لايك على هيدا التعليق، لأنه أنا أنتمي لهذا الموضوع بالمطلق، ودائما أكرر بأنه المادة الفنية هي مصنوعة ليتم طرحها للتداول على مستوى عام. فإذا يعني أنت تعترض لأن الجمهور يقول رأيه، يقول رأيه كيفما يريد وكيفما يشاء، وحتى إذا كان لديه يعني ضغينة شخصية مع القائمين على هذا العمل فليقول. يا أما أنت عندك واحدة من تنتين كصانع للفن، يا أما تروح تستورد جمهور من المريخ، وهي صعبة بعتقد شوية، جوز في عنا بعض الفنانين السوريين بيقدروا عليها، يعني بعض الأسماء الوازنة المهمة المخرجين المكرسين اللامعين جوز بيقدروا يستوردوا جمهور من المريخ. ولكن المسألة الثانية أن يعني إذا ما قدرت تستورد جمهور فبالتالي بدك تقبل برأي هذا الجمهور شو ما كان، يا أما عليك أن تغير مهنتك أو صحيح. أن تقول بأن مهنتي صحيح. موجهة للنخبة. نعم. الفن موجه للعامة من الناس. الفيسبوك اليوم العالم دائما تتعاطى معه باستعلاء وإلى ما هنالك، وحتى بعض الأسماء بعض الناس اللي بدهم شوي يجاملوني بيقولوا قال على مستوى الدراما السورية الجمهور كله برمضان بيتحول لوسام كنعان. ما يعني ليش انا شو بزيد عن بعيد عن هاي الناس اللي عم تقول وجهه نظرها؟ اللي بيفرق هو بس انه هناك عين احترافيه صحيح. مختصه يعني اليوم تفسح وقتها لهذا الموضوع، لكن الناس عليها ان تقول رايها كيف ما تريد. وفي امريكا اول ما طلع الفيسبوك لا حتى قبل امريكا وسام، لانه خلص الوقت تماما، حتى ايام العروض المسرحيه ايام اليونان كان الجمهور يعطي رايه سريعا تماماً. بان يلقي بالبندوره او بيلقي تماماً. باي شيء تماماً. على الممثلين لم يعجبه العرض. واليوم نحن امام المواطن الصحفي، فله الحق بان تماماً. يكون تماماً. ليس فقط ناقلا لخبر وانما ايضا يعطي الراي في امر ما. صحيح. شكرا جزيلا على هذا الحوار وسام كنعان،
الصحفي المتخصص بالشأن الثقافي والفني. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.